مش قادر اتخيل شاب في اول العمر لما يمر بكل ده هيحس بايه. مهما اطمنت عليه، انت كويسه؟ هو رجع ده لوحده عندي بالدنيا واللي فيها. لو كان ممكن نقول الايام هتنسي اللي شافه في الحرب، فالحرب سابت له اللي يفكروا بيها طول عمره. مش عايزه افكر في الموضوع ده لانه ممكن يهدمني. لا انا ولا هو حلم اني اضعف، عشان لو كنت بقوي نفسي في غياب اراد فهو دلوقتي محتاجني اكون قوية 24 اراد. لو احتجت اي حد يتكلم معاه اوعي ترجعي ليا، انا اخر واحد ممكن يساعدك. زي ما اعتذرت لك وشرحت لك انا ليه خبيت عنك الفتره دي كلها، لازم اعتذر لك اني انشغلت برجعته عن اني اسال عليك. مش غريبه دي، احنا كنا عارفين عن بعض كل حاجه. دلوقتي حاجات كبيره بتحصل في حياه كل واحد فينا ما بنتكلمش فيها. بس هرم اللي حصل لي، أنام وأصحى عليه كأنه ما حصلش. لكنه حصل، والهروب مش حل. أديك شفت لما خبيت على كريمة والبنت عرفت بالصدفة ومش منك، كسرت قلبها. ابتدى يعيش، خدت حقها مني وزيادة. لا دي حكاية أحكيها لك في يوم تاني، مع كل الحكايات اللي بتشرحها. قومي اطمني عليه. طب ما اطمني عليك بالمرة. أنا مش كويس، مش هكابر ولا أخبي عليك، أنا مش كويس خالص، بس هحاول أتعلم منك وأعمل زيك، أصدق نفسي حتى لو كل حاجة بتقول إني غلط. وزي ما ناجي رجع أنا كمان حقي هيرجعني. أنت صدقت اللي بيتقال عني؟ أنا مش عارفة إيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش، لكن عارفة إن كلنا ممكن نغلط. وقبل ما أصدق أي حاجة من اللي بتتقال عليك لازم أسمع منك أنت.